طفل طلب من أهله وهو عند الميقات أن يلبسوه لباس الإحرام، وفعلا ألبسوه، فلما أتوا إلى مكة لم يؤدي العمرة، بل خلعوا ملابس الإحرام وألبسوه الملابس العادية، فماذا يجب على أهله في هذه الحالة؟ إن كان هذا الطفل مميزا، إن كان مميزا ونوى الإحرام، فيلزمه أن يأتي بالعمرة، لأنه مميز ونوى الإحرام وأحرم، تجرد من المخيط، يلزمه وليه، يلزمه بأداء العمرة بطواف وسعي وتقصير أو حلق. أما إن كان الطفل دون التمييز، فالذي دون التمييز ليس له نية، لكن وليه هو اللي ينوي عنه. إن كان وليه نوى عنه العمرة فيجب عليه أن يكمل به العمرة. أما إذا كان وليه ما نوى له عمرة، وإنما ألبسه الملابس بدون نية أنه يعتمر، ليس عليه شيء.